حالك زين؟ تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ يلا وسهلا. كيف حالك؟ بخير يسلمكم حياكم الله. كيف حالك؟ طيبة؟ والله بخير أحسنت. ما شاء الله. أبو ناصر؟ نعم. عالم الجماعة. ها ما تخدمك. ما يشتغل. ما تخدمك. في علوم؟ ماشي. ما علمت بشيء؟ ابدا ما سمعنا الا الخير. دامت علوم الخير. منصوبكم ما سمعت بشيء. ابدا سلامتك كل الخير. حياكم الله. نعم. تفضل. الحقيقة جاي نخطب بنت كريم لأخي داود. أبو ناصر. نعم. جدي يعقوب إيش تعرف عنه؟ جدك يعقوب طال عمرك ومحمود كان متزوج أربعة. كمل. يقول لك في يوم من الأيام زعل عليهم كلهن بأربعتهن ويقوم يطلقهن ذيك الساعة بأربعتهن. نعم. ويروح يتزوج أربعة غيرهن نفس الليلة. إيه هذا الرقام الأول. زين ومن هو اللي ربط أخوه تحت السمرة سبع أيام لا غدا ولا عشاء لحد ما مات؟ من هو هذا؟ هذا طال عمرك جدك الثامن كان يسميه صالح. يا ربي فلفل حار ما يتفاهم لبر. يقول لك لما يزعل ما يعرف أخ ما أخ. نعم ما حد قداله. زين وإيه السبب اللي ربطه تحت السمرة لحد ما مات؟ أكيد هاي سالفة شينة وما زينة يعني. عاد ما شينة. عاد ما شينة. هذا جن أخوه جن. يقول لك باغي يزوج بنته حال واحد رجال غريب ما من العائلة البر ولا من القبيلة. لا من صوبه ولا من ثوبه. نعم. هذه السالفة الله يسلمك أنا خبرني عنها أبوي قبل لا يموت الله يرحمه. نعم خبرني. لكن قلت لي عاد ان عائلة النطاح هذه عائلة معروفة وما يزوجوا بناتهم لأي حد، ما كذاك يعني؟ عائلة النطاح عائلة مقامات ناس معروفين طبعا ما يزوجوا بناتهم على أي واحد يا أبو محمود. يقول لك شيخ من الشيوخ مرة سألها مستوي عندكم لأهل النطاح جاء يخطب حم بناتهم. زين ولما رفضوه طش في المجلس وقام يتكلم ويرتفع صوته وطول لسانه ذيك الساعة. قال انا شيخ وشيوخ ترفضوني؟ انتوا واد نطاح تعرفوا قالهم تيوس. افا ما انا وسكتوا عنه. ها طبعا ما سكتوا عنه. طش ذيك الساعه واحد من جدودك ويطلع ذيك اللسان من داخل حلقه ويتع 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 وقصها ذيك الساعه تقطيع وحطه في يده. قال دوك هذه المره قطعين لسانك وإذا عدتها مرة ثانية هنقطع رأسك. سمعتوا؟ يقول قطع لسانه وحطه في ايده. خان نعم ربا تعال غنم اشرب قهوتك. داود ترخصنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جلولا. جايين يخطبونه وسمعته بالله عليك. اشوفه ومنينا؟ والله ما عندهم شغل باقي نشام ولاد نطاحه. حتى بالله عليك. بس بصراحه انت ما شاء الله عليك حافظ التاريخ كله. حتقوم يحسدني عاد. معلومتين عرفنا عنكم تايم تحيان. لا لا بس هذه شهاده يا ابو ناصر. هذه الشهاده نعتز فيها. لا 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 ما حد نعتز فيها. نعم نعم اكيد اكيد. بس ما قلت لي يا ابو ناصر من جدودي اللي كان سيفه البتار من ثقله خمسة فرسان ما يقدروا يشلوله وكان لما يركب الخيل الله يرحمه كان يقطع روز 20 فارس اللي كان يغزيهم. نعم ويجيبهم معه في جونية. من جدودي هذا يا ابو ناصر؟ ما عرفته؟ لا بعدي ما عرفته بصراحة. هذا جدك اللي ابوك سماك على اسمه. جدي سليمان الله يرحمه. الحين تذكرت. ريم
يما شفتي؟ شفت ان ابوي رفض يزوجني الرجال اللي جاي يخطبني؟ لانه مو من عائلتنا طاح. انا بس ابغى افهم لمتى بتخلوني كذي معلقه يما؟ ترى انا كبرت كبرت. ابوكي ما منعك يا بنتي، بس كل شيء له اصول. وبعدين متى عائلة النطاح زوجون بناتهم الناس غرب؟ بس الرجال اللي جاي يخطبني معروف بأخلاقه ودينه. ما قلنا شيء يا بنتي، بس ما من عائلة النطاح، فكيف نزوجه؟ مستوفين الشروط طال عمرك، بس المؤسسة محتاجة مدير واحد فقط، وأنا بصراحة ما عرفت من أختار منهم، لأن كلهم على نفس الدرجة والكفاءة. عشان كذا جبت لك ملفاتهم. أنت مالك شركة ورئيس التنفيذي، وأي قرار يصدر منك راح نعمل به دون أي نقاش. كم واحدهم؟ 4 طال عمرك، نفس الدرجة ونفس الكفاءة، وهذه ملفاتهم. لا لا ما يحتاج ملفات، ما يحتاج، بس عطيني أساميهم الثلاثية وقبيلة كل واحد منهم. ولا أقول لك خلنا نختصر، ما عندنا وقت. في حد منهم من عائلة النطاح؟ إيه في واحد اسمه سلطان. سلطان؟ سلطان ود من؟ سلطان ود سعيد الصايغ من الجماعة طال عمرك. ود سعيد الصايغ هذا لا من الجماعة ولا شيء. أنا عارف ثاني أصله وفصله، لكن إيش نسوي؟ محسوب علينا الحين. المهم حط سلطان هذا المدير، والباقي يرجعوا إلى وظائفهم الأولية. أي نعم. وبعدين يا جاسم الله يهديك، أنت لا تجيني في مثل هذه المواضيع. أنت المفروض تعرف كل شيء، لأنك أنت من عائلة النطاح، وأنت عارف هذا الشيء، أنك هاي الأمور لازم ما ترجع لي فيها. واضح واضح طال عمرك، راح نعمل بهذا المعيار في الترقيات بشكل دائم، وراح نخليه ضمن استراتيجيات المؤسسة في خطط الاختيار والتوظيف. هذا انت الحين صح، يعني ما تجيب لي حد الا من عائله النطاح. ولا يهمك. شوف هذا بعد الهاتف كثير. هاي محمود ولدي. ايوه محمود، هلا ابوي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافيه، كلهم طيبين، امك واختك يسلمون عليك. ها ان شاء الله متى الوصول؟ كم الساعة طائرتكم؟ ها ان شاء الله توصلون بخير ان شاء الله. يا رب توصلون بالسلامة ان شاء الله. مع السلامة، حياك الله. محمود ولدي بيوصل يوم هو حرمته وولده. ما شاء الله. السلامة ان شاء الله. الله يسلمك. هل ولدكم وين؟ ما شو معكم؟ الولد نايم يا ابوي. زين الحين ما وقت النوم؟ ترى صبرينا ما مقصره معه، حطت له جدول معين، وقت للنوم ووقت للراحه ووقت للحليب. زين زين صبرينا، لا تستحين من اي شيء، ترى البيت بيتك. محمود حرمتك ما تفهم عربي؟ تفهم شوي شوي. شوي شوي زين، يوم شوي شوي الباقي بتكفل فيه ريم، بتعلم كل شيء. افا عليكم ما عندي مشكله، بس بشرط تدفع. ندفع بعد؟ ايه هالايام ما في شيء ببلاش. خفي علينا يا ام الفلوس وكملي اكلك. كيفك انت الخسران. اقول محمود. هلا امي. ولدك ما يشبهنا خير شر.
طالع على أمه. بعد زين طالع على الأم. والشعر طالع على الأب. لكن ما عليه، إن شاء الله المرة الجاية بيطلع عليكم. أقول لك محمود، عسى صابرين حرمتك من عائلة معروفة في آسيا، ترى احنا عيال النطاح ما يتزوجوا من حي الله عائلة. الحمد لله. خير؟ ايش فيه يا ريم؟ ما فيش، شبعت، تغدت وشبعت وروحت، ما فيش. كم لغتكم؟ تفضل تفضل صابرين، كليك كليك كليك، وانا علمت عربي ما مشكلة. خلي يا ريم. والله ادري يا ريم، انت اختي وانا عرفك عدل. انزين حاولي تكلمينا، حاولي تقنعينا، حاولي تفهمينا على الاقل. اكلم من؟ اكلم ابوي؟ اساسا هو ما يتفاهم، هو فعلا لسانه غير كلمة النطاح وعائلة النطاح. صدقتي والله، ابونا ما عنده غير عائلة النطاح وعائلة النطاح. انزين امي، امي على الاقل بتفهمك، حاولي تكلميها، فهميها على الاقل. امي ما منها امل، واقفة في صف عمرها ما تغلطة. السلام عليكم. استريح استريح استريح. سمحوا لي شوي، انا كان عندي اجتماع. تفضلوا، ايش بخاطركم؟ الله يفضل عليك، احنا بخاطرنا كل خير، احنا جايين نخطب بنتكم المصونه لابننا، واحنا من عائله النطاح اصل وفصل. بس الوالد الله يرحمه لما راح يسجل بياناته في الجواز كان شوي صوته متبحط، والموظف الله يهديه كان سمعه ثقيل، وبدل النطاح سجل الملاس وصارت الملاس. ولو كان الوالد يفك الخط يقرأ ويكتب كان صحح المعلومة. يصير 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 جايز. نعم، لكن كيف أعرف أنكم أنتم من عائلة النطاح؟ يعني مفروض أني أتحقق من الأمر وأعرف أصلكم وفصلكم، ولا أنا غلطان؟ لا 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 لا، ما غلطان، ومن حقك تسأل. وإذا تبالنا نجيب لك ناس من الشواب الأوليين اللحيين ما ماتوا، إحنا حاضرين. لا لا لا، ما يحتاج تجيبولي، أنا ما أريد شهود ولا شيء، أنا بروحي بختبركم بنفسي، يعني إذا كنتم من النطاح أو ما منهم. تفضل. تعرف الضب؟ الضب؟ هي الضب. نعم إني أعرفه. تعرف إيش اسم ولد الضب الرضيع عندكم في العائلة؟ إيش تسمونه؟ اسم ولد الضب؟ يا باي قول لك ولد الضب وش اسمه؟ اسمه. شفت كيف؟ ما تعرف ولد الضب. يعني أنتم ما من عائلة النطاح، يعني تقصون علي أنا؟ لا لا لا. ما في واحد من عائلة النطاح ما يعرف اسم الضب وولد الضب. ولد الضب اسمه حسن. اي لو كنتوا من عائلة النطاح كنت عرفت. بس احنا كان قصدنا اشرب يعني. قهوتك وتوكل على الله، ولد النطاح ما يزوج بنته الا منهم. تفضلوا. حرام عليك يا الوالد، حرام عليك، حرام عليك في اللي جالس تسويه في ريم. ترى ريم عادت صغيرة، حاول تفهمها شوي وتحترمها. وعشان ما هي صغيرة أروح أزوجها أي حد مني والدرب يعني؟ ما قلنا لك يا أبوي زوجها أي حد، بس في نفس الوقت في ناس اللي تقدموا لها ناس ما فيهم أي عيب، يعني في الطبيب، أستاذ جامعي، ناس ما فيهم أي عيب. طبعا هذا بس اثنين غير اللي رفضتهم أنت. لأنهم ما من عائلة النطاح، لو كانوا من عائلة النطاح كنت زوجتهم. بعد أنت افترض تحسب حساب أصل وفصل عائلتك مثل ما كانوا يسوون أجدادك، الحين تجي تطلب مني أزوج ناس أقل منك؟ والله يا أبوي هالناس اللي تقول عنهم أقل منا، أنا ما أشوفهم أقل منا بأي شيء. إذا أنت ما تشوفهم أنا أشوفهم، يكفي أنهم ما من عائلة النطاح. حرام عليك يا أبوي، حرام عليك في اللي جالس تسويه فريم، ترى ما يصير. أنا أبوها وأدرى بمصلحتها،
وفي نفس الوقت يا ابوي انا اخوها وادرب مستقبلها. حتى لو كنت اخوها اسمعني زين، ما باك تتدخل في هذا الموضوع مره ثانيه، وهذا انا قلت لك. خلاص عيل، انا بطلع من هالبيت ومالي فيها رجعه مره ثانيه. روح، ما حد مكلفنك. محمود حبيبي تعال لا تروح. خليه يروح، عاد هذا يفرض رايه علي انا؟ خليه يروح. ما في زين هذا الامور، انت بعدين في موت. من قال اني انا بموت؟ بعدين انت ما تسمح لك تدخل وما يخصك في اموري. ارباب ريم دبر اكلمك. انا ما اريد انت موت. انا كل يوم فكر مشان انت. انا ما في نو انت فيس مال انت سمسم هذا كمرد فوق انت داخل مال قلب مالنا من زمان. كل يوم انت خلي قلب مالنا ايمان. الله عليك يا خان، بصراحة ما توقعت انك تطلع شاعر ورومانسي. لا صوت مالنتي سيم سيم كناري، يجي داخل تلفون مالني يطفي ناري. شوف انا هذا كلام حلو واجد في معلوم، لكن بعدين في كول بعدين، لكن الحين كيف في ترتيب؟ كيف في ترتيب مشان زواج؟ انت ريت زواج مشانني، انا ريت زواج مشان انت. لكن بابا مال انت، بابا مال انت نتاه في مشكل كبير. وقت هو في معلوم انا في زباخ، بعدين ما في زواج خلاص، في موت. انا درست واجتهدت لحد ما وصلت اللي وصلت له، وانا الحين مدرس جامعي. اما بالنسبه للبيت، الحمد لله عندي بيت كبير وجاهز ومن دورين بعد. البيت والشغل ما كل شيء، في شغلات ثانية أهم أنت ما تعرفها. بسألك بس لا تأخذ بخاطرك. لا لا تفضل. أنت من عائلة النطاح؟ النطاح؟ لا أنا ما من عائلة النطاح. ما حد من عائلة النطاح يقرب لك أو يقرب لحد من أهلك أو من طرف الحريم مثلا؟ لا لا
ابدا ما يقرب لنا. ما يقربوا لكم. ريم 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 ريم. وانت جاي تخطب بنتي وانا فكرتك من عائلة النطاح. اسمعني، روح شوف لك وحدة ثانية من ثوبك. اما احنا ما نزوج بناتنا الا من جماعتنا. وشرب قهوتك. سليمان سليمان سليمان، مصيبة يا سليمان. خير؟ ايش صاير؟ ايش في بعد؟ ريم. ايش في ريم بعد؟ ريم شربت مع خان.